في حالة أن يكون الشراء شراء السلعة أيضا بالشيك المصدق ولكن مع زيادة السعر على سعرنا الحقيقي. أيوة، هذا أيضا من أكل أموال الناس بالباطل يتسبب فيه المسؤولون والمسؤولون على السياسة المالية بالذات، لأنهم اضطروا الإنسان أن يشتري الشيء اللي هو يعني بـ50 يشتريه بـ70 أو بـ80، ولا يفعل هذا عاقل، لا يفعل إلا مضطر. من اضطره إلى ذلك؟ الذين اضطروه إلى ذلك كان بإمكانهم أن يمنعوا هذا، وهم يتحملون هذه الزيادة وهي دين في أعناقهم وغرامة عليهم ومضمونة عليهم. فهذا يعني بالنسبة للربا ليس فيه ربا، لأن الصك ليس مقابل عملة، ليس تبديل عملة بعملة، وإنما الصك مقابل سلعة. فالأصل فيه أنه جائز عن تراض، لكن فيه استغلال لحاجة الناس، وفيه تضييق عليهم، وفيه تضييع لمالهم بغير وجه حق. أما من حيث الربا فليس فيه ربا.